السلام عليكم اخوتي، كنبغي التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بالخارج. كنبغي التحيه ديالنا من هذا المنبر، وانتم عارفين القصه ديالنا اخوتي. كنبغي التحيه ديالي لجميع اللي كيساندوني واللي كيعاونوني، الله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم، جميع الرجال والانسان كامل 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 المغاربه اللي مساكن كيتضامنوا معايا وكيعاونوني في هذه القناه هذه. كنشكرهم بزاف من القلب ديالي. وانتم مع اخوكم عارفين اخوكم محمد. فهمتي اخوتي؟ وانا عاود لكم عاود القصه هذه، وهاد القصه هذه غريبه وخطيره. على حسابياش الشيء نحن عاودنا لكم. الحبس اخوتي كيجمع جميع الاشياء اللي ما تنواهاش على بالك، وشي حاجه اللي ما تظنهاش في الزنقه، يعني كتكون في السيفيل ما كتعرفش هاد الاشياء هادية. فهمتي اخوتي؟ هذا واحد السيد كتعرف غادي يجيبوه علينا. اش عاد نقول لكم؟ حروفه حروفه، علاش ماشي انسان ماشي طبيعي، وهما كيشوفوه ماشي طبيعي، وهو ديك السيستم اللي عايش فيها ماشي طبيعيه. هاد السيد هذا كان مجوج وعندو وليداتو وكدا وهاديه، ما خصو خير. واحد النهار من النهورا ايام الله عايش مع وليداتو، عندو المرا وجوج دراري، وبيه خير، تاجر بايع شاري وكدا وهادي، ما خصو تا حاجه. ويجي في ايام الله واحد النهار كما كنسميوها حنايا النهار النحس، النهار اللي عاد يكون عنده اخر حاجه في حياته، هو هذا النهار هذا اللي عاد نعاود لكم عليه. ما شفت الفواتوره ديالو ولادو معاه، ما خلاتها مطاع في المغرب. ثم كتعرفوا الصيفيه انسان بلي بالبحر ومبلي بالطبيعه ومبلي بالجو المزيان، وماسك عليه ربي بواحد البركه، وتاجر كيخربق. أو منين 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 أخوتي، شعادي نعاودكم. مني كان راجع من بلاصتو من الدار ديالو، ضرب شي شهر في الجولة ولا كتر في ديك الجولة هاديك هو وليداتو، ومع هو بسانس كيشرب أخوتي، فهمتي، ملي بالخمر، وكيشرب الخمر كتعرف كيضيع راسو بالخمر، وشابر البولا وما جيب ولادو، ما كاين عا صوت على صوت 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 من الطريق من الطريق وكذا، والموسيقى وليداتو مع اللورا ومراتو قدامو. واحد الساعة اخوتي شعادي نقول لكم، داكشي اللي كيعاودنا هو راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اخوتي راه داكشي هذاك راه قليل اللي كيصبرنا هادشي هدايا، والله يعطي الصبر لاي واحد اللي وقع له هاد المشكل بحال هذا. علاش عدد الناس وقع لهم بحال هذا؟ اللي طار له يدو، اللي طار له رجلو، اللي مشى عند الله واحد عاش. علاش قصايد؟ علاش كنهضروا مع بنادم يمشي بلاتي؟ راه الحديد خطير، الحديد خطير. شحال من واحد قال له شراها وعجباتو، بين الدوره خلاتو وبين الدوره سقتلاتو كاع. وهاد السيد هذا ماشي هو وليداتو، وعايش في عالم اخر وكذا، وشارب الخمر وديما كيشربو بلي بالخمر مدمن، وماشي بديك بواتوره منين من هاد الطريق لهاد الطريق والطبيعه وكذا، وهي تخرج فيها واحد الكاميون معلي. شحال يقول لك ضربت الله راك بعينو، معاه هو شارب وكذا، تفافه وكذا هادي، ما بطنشي كضربو ديك الكاميونه. شحال يقول لكم اخوتي؟ ضرباتو ديك الكاميونه بحال الله هزت شي حاجه من الارض. ضرب الكاميونه كيفاش كتكون عامله اخوتي؟ كلشي حديد، طونوبيل صغيره عائليه، ضربات هذيك الكاميونه كتعرف ترشاتها، ماشي ترشاتها، محال واش يعيش شي واحد. ديك القصيده هذيك محال واش يعيش شي واحد. ديك الطرقه كلشي وقف، وديك الحديد اللي كان ماشي كلشي وقف، واللي كان كدا كلشي وقف، وديك الكاميون اللي ضرباتو كلشي واقف، الطريق تزربت، ما بقى لا اللي يمشي لا اللي يجي، وكلشي شعار الديوان. الراجل صافي ديك الطونوبيل لا اله الا محمد رسول الله. عيطوا للمخزن بقاو كيستناو من هنا من هنا، بياخدو صال لابيلونس ويا غادي ويا غادي. مني وصلت لابيلونس وهزت المرا، شحال نقول لكم اخوتي؟ المرا مني ضرب هاديك الطونوبيل ما نعرف فين جابها كاع، خرجت من بالا بريصا ما نعرف فين جات. العواول كلها كيفاش تفرتت، هزو ديك الشي هذاك جوتات وطروف الله يستر، وهو مع الهيكل ديالو سكراب، وخا تضرب هايداك وما نعرف كيفاش وقع له الترش في الطونوبيل. صافي قالوا كلشي ميت، هزوا تاليلو.
ما عاد يعيش عاه هو يا خوتي، فهمت؟ مني الدواء من الطبيب كتموت المرا وش العواول، عاد يعيش عاه هو، وديك العيش اللي عايش هو بحال لا فقد الذاكره وفقد شي حاجه صافي، ولا انسان كيتسمى بحال اللي عمرو. نقول لكم السيد بحال حماق صافي، مبقاش مشاو لولادو مشاو كلشي بحال تهزو عقلو، مبقاش انسان ديك اللي كان الاول بخير، كي التجار وعندو وليداتو وعندو دارو وعندو كدا صافي. السيد صافي هربلو الفرخ كما كنقولو حنايا، كلشي كيقول هربلو الفرخ، دوز شي 3 شهور في الطبيب ولا كتار ولا هادية، وماتو دفنو ديك الناس ومشاو كدا، وهادي مراتو ولادو هو صافي. ما الناس صافي، بعض العائلات وبعض الناس اللي كيعرفوه العائلات ومرا ديالو كدا، كيقولو السيد صافي راه لا 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 محمد حتى هو مشى، ابقى عايش ديك الحياة في حالاتك. خرج من الطبيب ضربتي 4 شهور خرج من الطبيب، ابقى شي ما بقى كيعرف لا دار في المثال لا هادي لا والو، كيعيش عا في الخلا ناس الزنقة، ما خلى ما عمل ما بغاتش تنسان ديك الحديثة. استغفر الله العظيم اخوتي راه مرزين. والسيد عارف شنو وقع له، علاش معانا في الحبس كيعاود هادشي اللي كنعاود لكم، عارف شنو وقع له. الحق الناس اللي في الزنقه واللي قرابين عليه ما كيعرف حتى شي واحد شنو واقع، ولا عائلات مراته ولا كدا ما عارفينش شنو عنده. حق هو الدقه عنده في قلبه من داخل، دقه عنده في قلبه وفي عقله ومراتو وفي دولاته، اللي ما بغاتش تحيدلو شي هذيك من القلب ديالو من عينه، بقى متشرد في الزنقه هذاك عجبو حالو بها كيرتاح، مرة يقول زايدة ياكل، مرة كدا، مرة ينعس هنا، مرة هنا، ضرب مدة طويلة هيداك، كيعرف واش احنا اش كيعمل، مدة طويلة ما كاينش فيها داكشي اللي كيعاودنا هنا هو جبات جبدة طويلة، مقات لا دار لا هادي لا والو، عزان طوب في مكان، وأغلبية كيعجبو البحر، في مكان شي بلاصة في البحر تما كيكمل وكينعس تما. كنت بحال الا ما عندوش عقلو انسان متشرد في الزنقه، تشوفو تقول عماق كيسعى كدا ما ديما تجيب فيه مر، وهو بعض المرات فهمتي كطلع له كتجي واحد الطاكي، نقولو من الشهر لشهر ولا من عام لعام ولا كدا، كيجي واحد الطاكي خاطر، ملي كيجي ديك الطاكي السيد كيولي وحش، ما كيبقاش بنادم، كيولي انسان وحش ضروري الله يستر السلام. واحد النهار كان جالس معاه شي واحد في البحر بحال هيدا كيشربو كدا وهادي بالليل، ما نعرف كيفاش، ما نعرف ها زق قاتل ديك السيد، هاديك قاتل ديك السيد، دارو اللي كاين وكدا وهادي، ناض مشى بحالو صافي، خلاه تما ومشى عاود تيرا اخرى. انسان انت كتعرف المستشار يدخل مالكم كيسعى ومجرب وماشي في الحياة بحال هاداك، ما تقدرش تعرف شنو واقع، بقى ماشي هاداك ارض الله. عاوفي ما جات كياكل ولقاط وسكراطان وهادية وجلابة ديما مدندلة، واحد الحالة ما تقدرش تقول هو هذا ولا كدا، إنسان بدون تعليم بدون ما تقدرش تعرفو، ها هو هاد السيد هذا ما تقدرش تعرفو وتقول هذا مجرم ولا كدا، ديك الحالة اللي فيه وكدا وهادية، السيد كيهضر وكدا وهادية وديك التمتيم وديك التخبقيب وكدا، ما تقدرش تقول هو هذا ولا عمل شي حاجة ولا كدا. عاو هي هاديك ما نعرفش بلاصة كيما كيعاود هو، صدق ما نعرف عاود شنو وقع له، عاو معاه شي ناس بحال هيدا، صدق قاتل شي واحد اخر، استغفر الله العظيم. بقى غادي هذا كيعاود لنا دابا داكشي هذا، كيجي من الله حنا هاد الفكر هذا هو الحالة ديالو، هو حين كيجي واحد الطاكي ما كيبقاش مزيان، هو تا في الشجن كيعطيوه الدواء كيضربوا له واحد الابرة موديكال باش كيطيحوا له، كتعرف تبارك الله كيفاش عامل، كيضربوا واحد السبوده قد هيدا كطيح لا فرص من بنادم، كيشرب شي 5 ولا 6 باسطيات ديال الحماق، وهيدا كيتكيف معانا، ومني بدا يتهاود يتهاود معاك انسان بحال لا كيعاود لك تقول جالس معاك، هيدا كيتهاود معاك بعقله، والحق نفس الوقت سيد ما فيه ثقه وخاطر، ما كاينش ثقه فيه خاطر، هادشي اللي كيعاود هو اللي وقع له برا، راش عادي نقول لكم اخوتي هادو جوج ارواح باقي ما عرفوش المخزن هو شكون كيقتل ولا كدا، ما يقدروش يعرفوها، انسان متشرد كيجلس هايدا في الخلا ولا كيجلس في البحر ولا كيجلس في شي بلاصة ولا كدا، ما تقدرش تعرف هو اللي قاتل، صافي طن طن الله يعاون الله يعاون، على حاجة بسيطة على 50 درهم على 100 درهم على صرياف على راديو على شي حاجة بحال هايدا، كاين شي حاجة صحيحة على الشراب،
كيسالي مع بنادم، بقى هو ويا راس فراس كيسالي مع بنادم. كراهية العالم عنده في قلبه وكدا، وهادي انسان ميت وواعي، هو هاد البشر هاد الوحش هادا، وبقى ماشي في ديك الحالة هاديك، عاش الزنقة وكدا والمخزن كيقلب، كتعرف الدنيا مرونة كما كيقولو، مرونة على هاد السيد اللي كيقوم بهاد الشيء هادا. هادا السفاح هادا ماشي، هادا انسان خطير، شوف شنو وقع وشنو كيعمل، وبقى ماشي هايدك. قتل التالت وبقى غادي بهاد الاجرام هذا، ما كاينش اللي واقف، والمخزن كيدوز بلانكيطات، ما خلاك دا ما طاحش على بالو. اذا عاد يكون انسان متشرد كينعت في الزنقه، هو هذيك الحاله هي اللي ضلل بها، وبزاف الحاجات عمل باش المخزن، وفعلا المخزن ما دامش في هاد المساله هادي ديال هاد المتشردين اللي كينعسوا برا وكيسعاو وكدا، وهادي يكون واحد منهم هو اللي كدا وهادي. وما هو كان كيعمر مع هاد الناس راه كتخلطو عاد الشراب، ولا كيغطس عليهم كيعمل الجريمه ديالو، وبقى ماشي بحال هداك. اش عاد يقول لك؟ عاطيه الرابعه اترونت القضيه، صافي السيد طيح الرابعه اترونت، هز راسو خو هاديك السيكتور، خو هاديك البلاد مشان بلاد اخرى. انسان مريض حماق، عا كيتجرجر جلابه في الارض، كلشي مغيس، كلشي تشوفو يعز عليك، يبقى فيك تعطيه ياكل يعطيه شراب، الا كنتي شي مساعده عاد تساعدو بها عاد تساعدو، صافي ما تقولش هذاك كدا وديك الحاله اللي فيه وكدا وهادي. والسيد شوف شنو وقع له، شاتلو مراتو وجد ولادو، حتى واحد ما عالم الا الله اللي خلق الدنيا والدين. انسان مريض وحماق ودلع بالدنيا وما عليهش انحصار، ما كاينش اللي يعرفه هو هذاك اللي كيقوم بهاد الادوار ديال القتل. انسان كاره وحاقد وما بقاتلو حياه، كيقول هو بهاد الدنيا وكدا هادي. وكما كانش يوقفو المخزن، شو المخزن كيلعب دور كبير بهاد المسائل بحال هادو. اش عجبد انت ديك بنادم بحال هذاك كينعس الزنقة، متشرد بالكرطون كذا، ومره هنا مره هنا، والسعايه وكدا وهادي، عاد تقول قتل هاد السيد هذا او تعرضنا هذا او كراسة هذا، ما تقدرش. هو السيد كيسرق، سيدي الا خرج بنادم الله يحفظ، كينا تقول عادل واش هو يطب فيك يقتلك، ما تفطرش يقتلك باي طريقة. وبقى غادي بحال هذاك، وصل خمسة دروح، وصل خمسة دروح السيد قدرش. انا قلت لك تشوف فيه زهيم الله يستر، خطير ديك الشي اللي عمل خطير، وبقى ماشي. والمخزن كيبحث 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 كيبحث، هيا مبحث والو. بداو كيموتو الناس اللي ما ماشي بحالو، هو انسان اللي كيموت بعقلو وعام بلي ولا كدا ولا كان غادي ولا شي حاجه هيدا، انسان ما عندوش مع عشره باش يعرفوه ولا كدا، ولا كان كي مسانس كيعرفو بعضهم وكدا، لا طاح في بنادم في الطريق مشى. الا جاب بنادم بحال هيداك صافي، عاد كون ميقن عيسالي معاه ويسرقو يديرو اللي عندو ما يخلو يمشي بحالو. بقى هداك كمل روح السادسة وناضت تهيطت، كيفاش متجبرتي ديما كيبقى ديك الملف هداك ضروري خصو مكادا وهادي. واش عاد نقولكم اخوتي على الشيشن، فيه بعض الضحايا وبعض الناس خطيرين بالعادة. كاين بعض الناس والله العظيم كون مكانش المخزن عمل عليهم انحصار وعمل عليهم الخدمة ديالو وبحث مزيان حتى جابهم، خطر يعيشو في وسط الناس. انسان ما كيعرف ما انت ما كيحنش ما كيصفق ما والو، انسان خاطر فوق الخطر، هو اصلا كينعس في الزنقه اش عاد دي منه. انسان كينعس في الزنقه متشرد، الحاله ديالو حاله ما كيكون مزيان ما هادي، وحاقد على البشر، الا شاف كذاك العفو كذاك يضحك عليه، شاف الطونوبيل كثار، شاف شي ناس في طبيعه وكدا وهادي كثار، المهم ما كيحملش البشريه، صافي انسان مقطع يدو من يد الله كما كنقولوا بالدارجه. الله يحفظنا ويحفظكم، بنادم خطير وحش ادمي، تعرف شنو وحش ادمي هو هذا. كاين الوحش يقدر كاع يعف، هذا والو لا قبلتي مشيتي، وهي هاديك. بقاو كيبحثو فيه بحث يا مات بحث بحث يا مات بحث. واحد النهار واحد السيد كتعرف كيفاش جبرو في موطع جالس الحمد لله خوتي راه حنا هادشي اللي دينا من الحبس، عام مرتو
وحنا لدابا باقي مراتين اخوتي. الله يسمع علينا اخوتي، الله يجعل ربي يسمح لنا ويغفر لنا، ودعوا معنا حتى نتوما اخوتي، والله يسهل عليكم جميعا، والله يحفظ جميع اخواتنا المغرب. بقى غادي بديك الاعمال ديالو، باقي ما عملوش عليه القبط. قال لي محمد والدراري كاتسين هذا كان باتو قصاري كاد عرف كنبقاو نجبدو عاد الامور نتهلاو فيه ونكيفوه ونعملو معاه مزيان وكذا وهادي، وعاملين منو عارفين سفاح وحش ادمي وضاربين له الابره بالحبس وكذا وهادي. وفي نفس الوقت واحد النهار هو يقتل واحد الراجل كبير، وهذا الراجل الكبير هذا مبلي مولوع كيجلس كيصاد بالقصبه وكينزل الراديو، عنده الامور ديالو كريسي ديالو كلشي ديالو عنده قدامه، بصح السيد كي هواية ديالو البحر، هواية هو البحر. قال لي معلي لاخوتي ما نعرف كيف تزرع مع السيد كدا، وقع اللي وقع قتل السيد تما فهمتي، دا ديك الراديو دا ما يخلوه، دا ديك السويك دا هادي بقى غادي. صباح السيد تما ناضت الهايطة ناضت هادي، وا جر يا متجر فيه باش هادشي هادي. ناضو كيبحتو ديك السيد كان عنده وليداتو كدا وهادية، جاو كيجريو تما وكدا وبحتو المخزن، المخزن بقى كيبحت العائلة ديك راجل كبير كيفاش. قال لهم هو ديما كيمشي الصاد وكدا، كل مرة في كيمشي ما عمرو وقع هادشي هادا. قالو السيد مات مقتول وكدا وكدا وهادي. اللي كيدي معاه كيدي معاه واحد الراديو قديم، قال هاد الراديو هادا مبقاش. قال كيفاش؟ قال له واحد 36 8 واحد الراديو 8 قديم كيجيب الغلاف ديالو وكدا وهادية مغلف، وكيدي معاه تعريف ديالو كيدي معاه كوغات ديالو كلشي عنده في الصاك، اي حاجة عنده في الصاك، التصريف ديالو وكدا هالمكانة ديالو اللي كتكون في يدو النوع فلان فلانية قديمة. والسيد ملي كان قتل السيد دارو داكشي كامل، دارو المكانة من يدو، دارو داكشي ما يخلو كامل، دارو الحمار الجيم وراجل كبير دا ديك الصويك وجمع له طوالو الراديو هز ديك الصاك وزاد. بقى غادي بحال هاداك الامور مرونه ولا كيتخدم وكدا، دابا كيفتشو على ديك البياس، على ديك البياس كيفاش وقع وكاد البياس خصنا ضروري وكدا وهادي خصهم بياس. الروح كيطيحو بحال هادا، طاحو مدينة هادي طاحو هادي، مكيعرفوش شنو واقع، بقاو كيفتشو دوزو مدة وما خدامين لانكيت. كما كيقول هو السبب ديالو بياس، واش من بياس السبب ديالو؟ راديو وديك المكانة، وما بياس لي السبب ديالو، والصاك اللي كان عندو هداك شبرو عندو، هي هاديك. بقاو كيبحتو كيبحتو كيبحتو، طاحو بهاد الراديو، طاحو بهاد الراديو، طرام هنا من هنا من هنا من هنا، لصقو بنادم بواحد الجوطية كيفاش راه. قال لهم سرتو شي 30 درهم ولا 40 ولا منعرف بحال هاكا. كيفاش؟ قال لهم واحد السيد ها كيفعاملها 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 كيفعاملها، عطاهم مواصفات كدا، انسان متشرد مقود كدا، ها كيفاش عاملها كيفاش عامل، عطاهم مواصفات جبرو السميه هذاك كدا ديكلارو، بقاو كيفتشو جبرو المكانه، باعها بشي 2000 فرنك عاود وكدا هادي، عرفو هاد الراجل كبير قديمه وكدا هادي، كتعمل شي 35000 فرنك بواحد الوقت، السميه ديالها اوريون، هي هاديك. داو ديك البياس عملو معاهم لانكيت، عطاهم مواصفات اللي عطا المكانة عطاها مو الراديو، وبقاو كيبحتو، بقاو كيدورو على بنادم كيما عطاوه هما، من هنا من هنا من هنا من هنا، واحد النهار هما يطيرو على هاد بنادم هادا، متشرد في الزنقة وكدا، ودارت الهدرة طيرو عليه، مع عندهم ديكلاراسيون بالصاك وكدا وهادي، وعندو واحد القفة عندو ديك الصاك، وجالس كيشرب وهادي. عملو فيه بحال هادا، قالو هادا، قالو واحدش غير هادا عمو تاشر كيشرب عالكول وكدا، قال عنصح سيوان فتشو وكدا، عفا رازها شي 3 دليل، فتشو هو طن طن دار ليه يدو مع الراجل كنعرف هيكل، شي باقي صغير هيكل وكدا، طن طن جبرولو شي شفره تحت منو وكدا هادي، طن فتشو ديك الصاك، بقاو كيفتشو ديك الصاك، دخل من هنا دخل من هنا، شي ديان فين داخل، مادا ما جاب تا هو ما نعرف الصاك. بقاو كيبحتو طن طن طن، هيدا هي فتش من هنا فتش من هنا، فتشو ديك القفة ديالو، قالو له فين؟ بداو كيسخسيوه من عندي لعندك، هو تشوفو ديك الصاك، قالو هاد الصاك هدا منين جبتيه؟ كدا الصاك ديالي وكدا وهادي، عياهم يقلبو بديك الصاك، فيه واحد البلعات جا من شي بنو جابولهم أوروبا ولا العلم ولا، وتشوف باش تعرف الحاجة حين كيبغيها الله،
وما يجبروا شي كاغيط ولا كدا باقي في شي مايدايا عملوا فيه فرات ما نعرف كيش حلوا ديك الكاغيط كيجبروا ديك الكاغيط كيدول على ديك الراجل الكبير اللي شي حاجة ديك الراجل الكبير كاغيط بياط ما دنواش محشي في جيم صغير تما وتجي مخاوين ديك الساك عامر بتجي خاوين عبروا ديك الدين قال الدواء دواء عيطون ديك العائلة كدا وكدا وهادي عجب وسقروا واد ايه هو هذا جبدو ديك الورقة قالو هاد الورقة ديال الأخ ديالو من في أوروبا هاد الورقة هادي هادي سمية خويا اللي في أوروبا وكدا وهادي هي اللي بات تجي متصاك ماشي شي واحد ناضو هي هاديك فرحو مزيان وكدا هاد لانكيت اللي جابوها مني بقاو كيبحثو جبرو الراجل قاتل شي ستة دلار واحد ولا سبعة قتل يا مات قتل قتل يا مات قتل شي ستة دلار واحد ولا كدا وبدا كيوريلو وعرفوا عليه لانكيت ديالو وعرفوا شكون هو وكدا هادي انسان متشرد ما كانش يطيحوا عليه فهمت يا خوتي علاش الحبس كيجمع بزاف النموذج شي حاجه ما طيحش على بالك باش عاد تشوف برنتينا بنادم كينعس في الزنقه كيجوز بنادم كيقتل بنادم ولا كيسرق بنادم ولا كيعمل اجرام ولا كدا باش عاد عرفوا او كيسعى انت على بالك السيد كيطول يدو هذا كيسعى كونتينا هو اللي عمل الجريمه ما طيحش حتى على البال باش كنقول لكم اخوتي الحبس خطر ما يصلح ما يسوى حنا كيجلس معانا وكيتكيف معانا وكنبقاو نتاودو معاه في لابيرميري هايدا هو عمينا في لابيرميري وكنبقاو نتاودو معاه انسان بعقلو بحال الوحش الوحش فعلا راه وحش ادمي كنبقاو نتاودو